أن يكون حامل الهم هذا الرجل في حله وترحاله يصحبه أينما ذهب، فهذا يأتي بالسياق الطبيعي، لكن أن تكون حاملة الهم امرأة تجعل من كتاباتها ناموساً للأجيال القادمة، فهذا يشكل تحدياً كبيراً. كنت أحرض على ثورة، وكنت أستنكر هذا الوضع المزري الذي يعيشه المواطن السوري. الإعلام هو صوت من يموله في ما قبل الثورة ما بعد. ككاتبة تحملين هم الوطن وهم العروبة والأمة جمعاء، ما الذي تطمحين إلى تحقيقه؟